النهاردة بيتزامن مع يوم أوروبا، والشراكة قلنا يعني نحتفل بالشراكة الاقتصادية ما بيننا وما بين الاتحاد الأوروبي. الشراكة دي بترجع ل 1977، شراكة في مشروعات اقتصادية مختلفة، اتفاقيات النهاردة زي ما شفنا كانت في الزراعة، في الحوكمة، التوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحافظات، يعني اتفاقيات مختلفة بتعكس رؤية الدولة وأولوياتها. حاجة تانية مهمة للاتحاد الأوروبي أنه هو بيبقى ممول، ولكن التنفيذ بتبقى من خلال شراكات أخرى. فشفنا النهاردة الوكالة الفرنسية موجودة، شفنا الجانب الإيطالي موجود، شفنا الجانب الألماني موجود، وشفنا أيضا منظمة OECD موجودة مع منظمة التعاون الاقتصادي موجودة معنا أيضا. فالمجمل هذه الاتفاقيات هي منح كلها تقريبا 58 مليون يورو، ولكن محفظتنا مع الاتحاد الأوروبي فوق المليار يورو. يمكن في الوقت الحالي كله بيتكلم على التمويل المختلط، فكرة أنه إزاي المنح نقدر من خلالها نجيب تمويلات أكبر للقطاع الخاص، ويمكن التجربة دي موجودة من خلال البنك الاستثمار الأوروبي اللي بيعتبر شريك أوروبي مهم جدا، وقدرنا من خلال الشراكات المختلفة يبقى فيه 7 مليار يورو تمويلات مختلطة.